أكيد كتير مننا جه في وقت كده وقعد يتفرج على فيديوهات كتير ويقرأ حاجات كتير إزاي تكون عندك قناة ناجحة على يوتيوب، إيه اللي المفروض تعمله وإيه اللي تاخد بالك منه وإزاي تكتب عناوين للفيديو والديسكريبشن وكل الحاجات اللي ليها علاقة بالألجوريزم والحاجات دي، إن يكون عندك خبرة عشان تكون قناتك ناجحة على يوتيوب. في أسئلة كتير جدا بتدور في ذهننا وبنقعد ندور على إجابات، والحقيقة إن كل الإجابات اللي بنلاقيها بتكون اجتهادات شخصية من أشخاص ودي خبرتهم الشخصية على يوتيوب. أنا فكرت ليه ما ناخدش الأسئلة دي ونسألها لليوتيوب نفسه. فهتلاقي في الفيديو ده الحوار اللي دار بيني وبين حد من مسؤولين الدعم في يوتيوب وإجابات لعشر أسئلة هتكون مهمة جدا وهتكون بتفرق معاك إجاباتهم لو أنت مهتم تكبر قناتك على يوتيوب. وقبل ما نبدأ خليني أعرض لك العشر أسئلة اللي هيكونوا موجودين في الفيديو ده، وبعد كده ناخدهم سؤال سؤال ونشوف الإجابة كانت إيه. في بداية الحوار هو طبعا أول حاجة سألها قال لي إيه المشكلة اللي عندك، لأن في الغالب أي حد بيتواصل معهم بيكون عنده مشكلة في القناة وعايز يوصل لحل. فالحقيقة قلت له أنا ما عنديش أي مشكلة خالص، أنا عندي 10 أسئلة وعايز إجابات عليهم. وسألته أول سؤال، هل أنا محتاج أكون خبير بالحاجات بتاعة الألجوريزم والحاجات دي؟ هل يكون عندي خبرة إزاي اليوتيوب بيشتغل عشان أكون ناجح عليه؟ والإجابة كانت واضحة تماما، بالتأكيد لا مش محتاج اي خبرة او اي معرفة بحكاية الالجوريزم وازاي الدنيا بتشتغل والهاشتاج والحاجات دي كلها، مش لازم تكون عندك خبرة بالحاجات دي. كل اللي انت محتاجه، وده بناء على كلامه، كل اللي انت محتاجه هو هيكون المحتوى بتاعك وشوية حظ. ده كل اللي انت محتاجه. انا عارف طبعا ان في كلام كتير وفيديوهات كتير اتكلمت عن الحاجات دي وانها مهمة ولازم تاخد بالك منها، بس الحقيقة اديك شايف كلام حد من يوتيوب بيقولك لا انت مش محتاج خبرة في الموضوع ده، اهم حاجة المحتوى بتاعك وشوية حظ. يمكن الكلام ده كان زمان شوية، ان العنوان بتاعك والديسكريبشن والهاشتاج والتاجز اللي انت بتعملها في الفيديو هتفرق في المشاهدات وازاي الفيديو هينتشر، لكن الحقيقة ان دلوقتي اليوتيوب بيعمل تحليل للفيديو بتاعك وبيشوف محتواه ايه من غير ما انت تقول، لاني حصل كتير جدا ان الفيديو بيكون حاجة والكلام اللي مكتوب في الديسكريبشن والتاجز اللي معمولة بعيدة تماما كل البعد عن الموضوع عشان يزودوا انتشار الفيديو. فهم قرروا شوية ما يعتمدوش على الكلام ده كتير ويعتمدوا اكتر على تحليل الفيديو وايه المحتوى بتاعه الفعلي. فالخلاصة دلوقتي اني ما تركزش قوي مع دنية الالجوريزم والبروموشن وكل الحاجات دي، وركز شوية في الكونتنت بتاعك المحتوى بتاعك وشوية حظ. سألته بعد كده هل ممكن اي مشاكل تقنية تكون بتأثر على اداء القناة وما تخليهاش تنجح؟ والحقيقة كان رده ان كل المشاكل التقنية اللي بتكون في القنوات بتكون خاصة بالاحصائيات بتاعت القناة، بيكون في ضغط كبير ولود كبير عندهم، فممكن ده يكون شوية بيأخر الإحصائيات دي في المشاهدات والسبسكرايبرز وكل الدنيا دي، بيعمل اختلاف شوية في الأرقام. فدي كل المشاكل التقنية اللي تكون بتأثر على القناة، لكن غير كده في الوصول للفيديوهات لا، مفيش حاجة ممكن تأثر وتخلي قناة ما تنجحش. بس هنا أنا عايز أقولك حاجة تاني، قبل كده تواصلت مع حد برضو من يوتيوب وسألته سؤال بشكل تاني، ليه القناة النمو بتاعها بطيء؟ فقال لي اديني دقايق اعمل تشيك للقناة بتاعتك، وفعلا خد كام دقيقة كده ورجع قال لي عملت تشيك ومفيش اي مشاكل تقنية تعيق ان القناة تنمو. فده ممكن يديك دليل ان ده وارد الحدوث، مادام بيعمل تشيك ويشوف ان هل في مشاكل تقنية ولا لا تعيق تطور ونمو القناة، ده معناه ان ده ممكن يحصل. فدول الاجابتين اللي لقيتهم، حد بيقول انه كل المشاكل تنحصر في الاحصائيات، وحد تاني قال لي اديني وقت اراجع واشوف هل في مشاكل بتعيق ده ولا لا. بس في كلتا الحالتين ما كانش فيه اي حاجة، ما كانش فيه اي حاجة بتعيق ده. فخلي النقطة دي كده في دماغك وشوف قناتك ماشية ازاي. بعد كده سألته سؤال مهم جدا، وهو ازاي انجح على يوتيوب؟
ايه اهم عوامل لازم اكون بركز عليها لان هي دي سبب النجاح على يوتيوب؟ وكان رده ان ده سؤال سحري وما يقدرش يجاوبه، بس بناء على القنوات اللي هو عمل لها تشيك قبل كده وراجعها، كان عوامل النجاح كالاتي: الاستمرارية والابداع والاصرار وحظ. دول اربع حاجات اللي هو قالهم اللي في الغالب هيكونوا سبب في نجاحك على يوتيوب، وركز شوية في كلمة حظ. سألته كمان: طيب لو في قناة وبقالها مدة كبيرة جدا بس لسه ما نجحتش، الافضل ايه، انك تستمر في القناة دي ولا اني تعمل قناة جديدة؟ وكان رده ان القناة اللي بقالها كتير ولسه ما نجحتش مازال بامكانها ان هي تعمل اداء كويس وانها تنجح. والاختيار بتاع ان انت تعمل قناة جديدة ده برضو اختيار وارد وحلو لو انت عايز تبتدي بداية جديدة. كل الحكاية هيرجع لقرارك انت. لو القناة قديمة وانت مكمل فيها، يعني نجاحها هيكون معتمد على الكونتنت اللي انت بتقدمه والمحتوى وازاي انت بتديرها. ولو انت فكرت في حاجة جديدة فده برضو مفيش فيه مشكلة. سألته كمان: لو انا استخدمت اي محتوى ليه حقوق ملكية في الفيديوهات بتاعتي بس انا معرفش، يعني انا مش قاصد الموضوع ده، معرفش ان ليه حقوق ملكية، هل هيكون في اي تحذير ليا ان انا اشيل الفيديو مثلا قبل ما القناة تاخد كوبي سترايك؟ والاجابة كانت واضحة ان القناة هتاخد كوبي سترايك مباشرة بدون اي انذار سابق او اي حاجة، بمجرد ما يوصل لهم طلب وان يكون فعلا في ملفات انت استخدمتها ومواد ليها حقوق ملكية، فمفيش اي انذار. فخلي بالك من الحتة دي وراجع دايما المحتوى والداتا اللي انت بتشتغل بيها والماتيريالز اللي انت بتشتغل بيها، هل ليها حقوق ملكية ولا لا، علشان القناة ما تكونش بتاخد كوبي سترايك. سألته كمان: هل توقيت نشر الفيديوهات بيفرق، هيفرق في المشاهدات ونمو القناة؟ لقيته بيقول لي ده سؤال عظيم، وفعلا توقيت نشر الفيديوهات بيفرق. علشان كده لو قناتك وصلت لمرحلة ان يكون فيها داتا كفاية انه تشوف الاحصائيات بتاعت افضل توقيت لنشر الفيديوهات امتى متابعينك بيكونوا متواجدين على يوتيوب، ادخل على الاستوديو عندك في يوتيوب وشوف الاحصائيات دي، افضل ايام في الاسبوع وافضل ساعات خلال اليوم ايه اللي تنشر فيها فيديوهات بتاعتك، خلي بالك لاني هتفرق معاك. بعد كده سألته: طب لو في قناة وفيها محتوى متنوع، يعني محتوى القناة مش في مجال واحد، مجالين مثلا، هل ده هيكون ليه تأثير سلبي على القناة؟ اجابته كانت ان سؤال زي ده اجابته متغيرة، ملوش اجابة واحدة، ملوش اجابة واضحة وصريحة. الموضوع كله يرجع للي بيدير القناة دي، بيديرها ازاي وبيقدم المحتوى المتنوع بشكل عامل ازاي في القناة. قلت له: طب هل من الافضل اني تكون القناة بمحتوى واحد في مجال واحد بعيدا عن التنوع؟ رد عليا برضو بنفس القصة اني مش اجابة واضحة، الموضوع متغير وكله بيرجع للمحتوى اللي بيتقدم وإدارة القناة عاملة ازاي. سألته بعد كده: هل الكوميونيتي تاب ليه تأثير في نمو القناة، ولا الموضوع كله ليه علاقة بالسبسكرايبرز اللي عندك مش هيكون بيأثر كتير على نمو القناة عندي؟ قال لي: أيوة، من الممكن ان الكوميونيتي تاب عندك يكون بيساهم بشكل ما في نمو القناة، لانه بيزود من التفاعل، ان انت تتواصل مع السبسكرايبرز اللي عندك وتعمل مناقشات وتشاركهم بحاجات كتير، فده بيساعد ان يكون في تواصل اكتر وتفاعل اكتر، فده هيؤدي بشكل او باخر لنمو القناة عندك. فخلي بالك من الكوميونيتي تاب عندك في القناة وحاول تستخدمه. وكل الموضوع يرجع برضو انت هتحط ايه، يعني ده كان كلامه، كل الموضوع بيعتمد على انت هتستخدمه ازاي. سألته كمان بخصوص درع اليوتيوب: هل حد من بره برنامج شركاء اليوتيوب، يعني مش مفعل الربح على القناة، يقدر انه ياخد درع اليوتيوب لو وصل لمية الف سبسكرايبر مثلا؟ قال لي: اه مفيش اي مشكلة خالص، يقدر فعلا ياخد الدرع، الموضوع ملوش علاقة بهل هو مشترك ولا لا، هل هو جوه برنامج شركاء اليوتيوب ولا لا، وممكن كمان يكون جوه برنامج شركاء اليوتيوب وما ياخدش الدرع لو في اي مشكلة على القناة او لو تم ايقافها او ايا كان. يعني لازم يكون مفيش اي مشكلة على القناة بتوصل 100 الف مشترك او ايا كان السبسكرايبر اللي بتوصل لهم، تقدر تاخد الدرع بدون اي مشاكل. واخر سؤال سألته له قلت له: ازاي ازود مشاهدات الفيديوهات القديمة اللي موجودة على القناة اللي بقالها فترة؟ والاجابة كانت انه ما يقدرش يقدم اي معلومات بخصوص سؤال زي ده، ما يقدرش يقدم اي حاجة تعليمية في ان انت ازاي تزود المشاهدات او ايا كان،
يعني ده بعيدا عن اختصاصه ما يقدرش يعمل كده. فاعتقد كل اللي تقدر تعمله في موضوع زي ده ان انت تعمل شير على السوشيال ميديا او تعمل اعلان للفيديو، لكن هو ما عندوش اجابة للسؤال ده، او اعتقد انه ممنوع من الاجابة على السؤال ده. ده كان كل الحوار اللي دار بيني وبين مسؤولين الدعم في يوتيوب، فاتمنى تكون استفدت واشوفك الفيديو الجاي.